اول حاجه هسمي بسم الله. جبت بقى السطور اللي انا دايما بقطع بيه وسنيته بالمسن بتاع السكينه. لازم تكون السكينه او السطور اللي هتستخدميه حامي. انا القطعه بتاعه اللحمه اللي عندي سليمه، بحب ان انا اقطعها. ممكن انت تخلي الجزار يقطعها لك زي ما تحبه على حسب ما تجيبه. خرجتها من الفريزر وسبتها تفك شويه، كنت مستعجله فما سبتهاش تفك لحد الاخر، على حسب ما ايدي اتحملت. وهبدا ان انا اقطعها معاكم، بحب اقطعها وهي متجمده كده، صدقوني بتسهل عليا. القطع المتوسطه لا كبيره ولا صغيره زياده عن اللزوم، لان لسه اللحمه بعد السوى بتنزل كميه ميه بتكون فيها. كان في جزء تاني للحمه دي فيها دهون شويه، قطعته قبل الحلقه بس عشان ما تطولش مني. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، خلصت الكمية كلها. ويلا بينا بقى جهزي الحلة الكبيرة فيها زيت وسمنة، سخنيهم كويس جدا جدا والنار بتاعتك تكون عالية. أول حاجة بتدي صدمة للحمة، يعني انزلي بالكمية كلها وابدأي اديها صدمة في الأول لحد لما تخش في السوا ولونها يغير معاكي. تقلبتين تلاتة من ايدك الحلوة زي ما انا بعمل كده، ما كنتش مالكة قوي لأن كان طبعا التصوير والحلة ما شاء الله كبيرة والكمية، فعلى قد ما قدرت. هسيبها بقى كده تاخد وتدي مع نفسها. ويلا بينا نقطع البصل والفلفل وتكه هنضيفها على كباب الحله النهارده، هتديله تست خرافه. هبدا اقطع الفلفل، ما بضيفش فلفل حار ابدا في وجبات الاطعام عكس اللي انا بعملها في البيت، ممكن اضيف قرن ولا حاجه عشان في ناس ما بتحبش الحار. بتضيفي فلفل على اللحمه؟ اه بضيف فلفل، وبضيف حاجه كمان هتعجبكم جدا، عاوزاكم تجربوها على طريقتي بس. امانه اللي هيجربها وتعجبه اوعوا تنسوا تدعوا لي. والبصل لكل كيلو لحمه كيلو من البصل وقرنين من الفلفل البارد او الحار وتلات فصوص من الثوم الكبار يوازي معلقه صغيره. عندي بقى شويه ثوم كده حلوين هبدا اقطعهم، ولا بقى هحتاج لهون ولا كبه ولا اي حاجه، بالسكينه كده على طول قطعيهم لقطع صغيره وابداي دغدغي فصوص الثوم بالسكينه. هتتفرم معاكي بكل سهوله، في ثواني هتكوني مخلصه الخضار عبال ما اللحمه سبتها على النار تشد. لو هقعد كل شويه اقلب فيها النار هتبرد ومش هتشد معايا، فبسيبها لحد لما تشد على النار قوي ولونها يغير وتخش في السوا زي ما انتم شايفين. اديها تقلبتين وننزل بالبهارات، فلفل اسود والسبع بهارات، وكمان عندي بهارات لحمه والقرفه وكم فص من المستكه، حبهان ورق لورا، طحنهم بودر على بعض، وهضيف كمان شويه من الكوبيبه الصيني. في العادي انا بضيف على اللحمه اللي بعملها في بيتي شويه من جوز الطيب، لكن في الاطعام في ناس كتير مش بتحبه فبعوض ده بالكوبيبه الصيني، بتديني نفس التست الجميل. نزلت بقى بكميه البصل اللهم بارك مع الفلفل والثوم اللي هيخلي ريحتها تجيب اخر الشارع. ودي بقى تقليبه حلوه، حسيت ان هي محتاجه تاني شويه من الفلفل الاسود وبهارات اللحمه زودت، وهندي تقليبه كمان لحد لما كله كده ياخد مع بعض. ما بضيفش ملح نهائي غير بعد السوا، قربا ما اقفل عليها بظبط الملح بتاعي. بصوا بقى هنعمل تكه هتدعولي عليها. احنا كده كده بنضيف شويه سكر على اللحمه تديها تسكيره جميله وتسرع في السوا. كرملي يا ست الكل السكر زي ما انا بعمل كده، زي ما بنكرمله بالطريقه العاديه، وانزلي بكوبايتين من الميه وسيبي الميه تبرد. مش انت بتضيفي ميه سخنه على اللحمه عشان تستوي، ضيفي الميه دي على السكر المكرمل وسيبيها تغلي، وضيفي بقى على اللحمه وشوفي الصوص واللون بتاع اللحمه هيكون عامل ازاي. التكه دي يمكن اول مره تشوفوها، انا عاوزاكم تجربوها على كباب الحله. طبعا رمضان جاي ممكن تعمليها في عزومات، اعمليها على الغداء بالتكه الصغيره دي وشوفي بقى اللحمه هتكون عامله ازاي. ما شاء الله بدا بقى كله ياخد من طعم بعض، والبصل اتهرى معايا والصوص بدا يتقل. هنديها بقى تست المشوي بقطعه فحم ومعلقتين زيت، وكمري بقى عليها وكلي احلى كباب حله في الدنيا ممكن تاكليه. بعد كده هنعمل الرز مع بعض. قسمت المقدار على حلتين، الاولانيه عملتها وسبتها تستوي على نار هاديه، والتانية قلت اعملها معاكم على السريع. حله فيها زيت وسمنه، حمرت الشعريه خدت لون ذهبي موحد، وبعد كده هضيف الرز. اغسليه كويس قوي بدون نقع ولا حاجه وصفيه، وضيفي شويه الملح. اظبطي ملحك عشان فعلا هو اللي بيفرق في طعم الرز، على قد ما مقاديره وطريقته بسيطه لكن الملح لما تظبطيه فعلا بيطعمه جدا. هنفلفله كده في السمنه والزيت وننزل بالميه السخنه لكل كوبايه رز، قصادها كوبايه من الميه السخنه او المرقه، في ناس بتحب تعمله بالمرقه زي ما انتوا عاوزين. في الاول النار تكون عاليه، اول لما يبدا يتشرب هدي النار وسيبيه يستوي على البخار، يطلع معاكي احلى رز بشعريه في الدنيا. طبعا الولاد في اليوم ده كانوا مشاركيني ومجهزين لي بقى كل حاجه، المعالق والاطباق على الغرف. بعد ما الرز يستوي هنسمي بقى بسم الله ونبدا نغرف مع بعض.
شايفين بقى الرز جميل ازاي مفلفل وخطير، واللحمه بقى خدت تيست المشوي. اهم حاجه نخلي فيها صوص ما ننشفهاش عشان نضيف الصوص على وجه الرز. اكتر حاجه كانت مضايقاني الحقيقه الاطباق دي، ما كانتش بتقفل معايا، كل طبق كنت بضيف جوه المعلقه وغلفه بسترتش، وطبعا نزلت وزعت الوجبات بألف هنا على كل اللي كل وهي سخنه كده. هدف حلقه النهارده يا جماعه تشجيعي مش اكتر، حابه تعملي الوجبات مستصعباها او مره تعمليها، يا رب اكون افدتكم وخدتوا منها افكار. وعلى فكره مش شرط ابدا لحمه او فراخ، اللي ربنا يقدرك عليه وظروفك وامكانياتك تسمح طلعي. طبعا الاطعام من السنن الجميله اللي بترفع من علينا ابتلاءات كتير، يا ريت نكتر منها، وزي ما قلت لك باللي ربنا يقدرك عليه. يا رب اكون افدتكم في حلقه النهارده وكانت خفيفه وخدتوا منها افكار. شايفين بقى الشكل النهائي للوجبات، انتظروني بقى في فيديو جديد، اوعوا تنسونا في خالص الدعاء، ولايك وشير وباي باي.